بفضل اقرا على الانترنت انه اهون واحسن. على الانترنت بفضل قراءه. متعود هيك يعني. متعود هيك انا. انا بقرا بالكتاب منيح، بس انا بقرا بالانترنت لانه اسرع. بحب اقرا عن طريق الانترنت مثلا، انه التليفون 24 ساعه بجيبتي وظل اقرا عنه يعني، خلص تعودنا يعني على الشيء. بفضل أكثر على الإنترنت لأنه مشوق وممتع أكثر. الكتاب صار إشي يعني صار إشي تقليدي أكثر. أنا بحب التكنولوجيا وبحب التطور، فأنا مع الإنترنت. بحب أقرأ على الإنترنت لأنه أي كتاب بدك إياه دغري بتلاقيه بتكتب، بس ما فيش حاجة تدور عليه بالمكاتب. بفضل إنه عن طريق الإنترنت لأنك أنت بتقدر تتنقل من موضوع لموضوع أسهل من إنك أنت تظلك تمسك كتاب. بعدين اليوم كل الكتب موجودة، هني أنت بتقدر تحصل عليهن بس بالإنترنت، لأن يعني أقل بمحل واحد موجودات اللي هو الإنترنت، تقدر تتنقل من موضوع لموضوع. هاي واحد، واثنين أنت بدك تواكب السرعة اللي موجود فيها الجيل اليوم.